أنا لا أرى إلا ما يحدث على الأرض. الشعر والمعلقات زمنها فات. الآن نحن نرى ضرب في سوريا وضرب في فلسطين وشهداء بشكل يومي. المطلوب من الفلسطيني أن يترجم الشعار للقدس شهداء بالملايين، ونحن نترجم والفلسطينيون فعلا يترجمون هذا عمليا كل يوم. إذن الفلسطيني يؤدي. المطلوب أن تكون هذه القرارات تحتذي حذو الشباب الفلسطيني الذي يقدم الشهداء تلو الشهداء كل يوم، أي يقوم بعمل بشيء دوبل، بشيء قابل للتنفيذ. سئلت السؤال من عدة أصدقاء قبل ذلك، نتائج القمة وتعليقك على نتائج القمة، وأتى بهذه الإجابة أننا نرغب في أن نرى أشياء على الأرض لا أن نسمع معلقات. ما هي الأشياء التي يمكن أن يقوم بها العرب؟ ولنكن واقعيين، مش مطلوب من العرب أن يواجهوا أمريكا ويخاصموا أمريكا. هقول لك مش مطلوب من العرب يغضبوا أمريكا أو يثيروا مشاعرها بشكل سلبي. المطلوب انتباهات في بعض المواطن وفي بعض المفاصل من شأنها أن تعزز الموقف الفلسطيني وتضعف الموقف الإسرائيلي بغير تلويح، لا بدمار ولا بقتال ولا بقطع رقابه.